السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحديث عن الصيام وفضل شهر رمضان الكريم والحسنات والثواب في هذا الشهر من الصدقات، يجب علينا أن نتحدث اليوم عن الصدقات في ظل صدقتي. هذا الدرس يجب أن نتعلم منه أنواع الصدقات، فضل الصدقة، ما هي آداب الصدقات، أذكر مجالات الصدقة. انا كده يا بنات فاتحه معاكم الدرس من قلب الكتاب، مجهزه لكم باوربوينت من قلب الكتاب حتى نتعلم من هذا الدرس. هيا بنا. طبعا الصندوق الجميل ده احنا بنشوفه في اماكن عده. طبعا واجبنا ان نتصدق فيه بقليل او بالكثير على حسب ما نملك. هذه الاسره، الام طلبت ان نضع الملابس، طلبت من أبنائها أن يساعدوها في وضع الملابس والحاجات في علب بطريقة منظمة. جميل قوي إن إحنا عندما نعطي شيء نعطيه بطريقة منظمة. هل تقصدين أن نضع الملابس في مكان والمواد الغذائية في مكان آخر أو مكان والفرش في مكان يا أمي؟ نعم. ماذا سنفعل بها؟ سنتصدق بها للهلال الأحمر الإماراتي. طبعا كلنا نعلم ونعرف ما مجالات الهلال الأحمر الإماراتي وما الطرق التي يصل بها المساعدات للفقراء والمساكين، وما معنى الصدقة؟ ده أول سؤال نضع تحته خط، ما معنى الصدقة؟ يلا يا بنات، معنى الصدقة هي العطاء. جميل، هي العطية، نحن نعطي. جميل جدا، الصدقة هي العطاء فعلا، بس ما هو العطاء؟ العطاء العطية التي يبتغى بها الثواب. يعني ايه كل العبارة الصعبة دي؟ يعني هي العطاء المراد منه ان انا احصل على الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى انا لما بقدم مال شخص فقير، انا المراد منه ليس ان يقول علي ان انا منفقة او ان انا بطلع فلوس لله. لا يا بنات، الغرض منه ابتغاء وجه الله فقط، رضا الله، انال ثواب الله سبحانه وتعالى، اخذ حسنات كتير. ده الهدف من العطية. العطية يعني العطاء. العطية بقى مال، ملابس، طعام، مساعدة، كلمة طيبة، ابتسامة، كل دي بنات صدقات. طيب تعالوا نشوف ما أهميتها. يبقى أول سؤال عندي، ما معنى الصدقة؟ هي العطية. العطية يعني العطاء يا بنات، التي يبتغى. يعني ايه يبتغى؟ يعني الهدف منه أو المراد به. ما الهدف من هذه الصدقة؟ الثواب، الجزاء، الحسنات، دخول الجنة، رضا الله سبحانه وتعالى. تعالوا، ما الفائدة من هذا العمل؟ احنا قلنا الهدف هو الثواب، ده هدف عظيم. طيب ايه الهدف التاني؟ حطي خط واحد، ما تقرب بها الى الله. جميل جدا، ان انا كل ما اكثر من الصدقات انا بحس كده ان انا قريبة من ربنا سبحانه وتعالى. نشكر الله على نعمه، ربنا سبحانه وتعالى اعطى لنا نعم كثيرة، الصحة، العلم، الأهل، البيت، العمل، أعطانا نعم كثيرة، فيجب أن نشكر الله على هذه النعم. كيف نشكر الله على هذه النعم؟ أن نخرج الصدقات، نطهر بها أنفسنا من البخل والشح. فالله تعالى هو المالك الحقيقي للمال، صح، وقد استخلفنا فيه. يعني كل الأموال وكل النعم عندنا دي من عند الله سبحانه وتعالى، فعندما ننفق على الفقراء فنقي أنفسنا من البخل ومن التمسك بالمال، لأن حب المال ده طبيعة. فعندما نتصدق يبقى نتخلص من هذه الصفة اللي هو حب المال والتملك الشديد للمال. استخلفنا الله ذلك حتى نعطي الفقراء والمحتاجين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعطانا المال حتى نتصدق به، حتى نتقرب إلى الله، نشكره على نعمه، نطهر أنفسنا من البخل. يبقى دي المعلومة الثانية. أول معلومة، ما معنى الصدقة؟ هي العطية التي يبتغى المراد منها الثواب والحسنات. طب ما الفائدة؟ التقرب إلى الله يا بنات، شكر الله. لو كتبتي لي التقرب إلى الله وشكر الله، أنا هكتفي بهذه الإجابة. جميل جدا، كل هذه الأشياء، بص بقى العبارة دي، ما زالت جديدة وصالحة. يعني هل أنا أخرج في الصدقات أشياء بالية، أشياء قديمة، أشياء لا ينفع أن تستخدم؟ لا يا بنات، أنا بأخرج أشياء جديدة صالحة
طب ايه ده معقولة يا ميس؟ اه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لن تنالوا البر، البر الخير يا بنات، لا يعم الخير حتى تنفقوا مما تحبون. يعني اللي انا بحبه، لو انا بحب الطعام هذا انفق منه الطعام اللي انا باكل منه، اللي انا بحبه، مش حاجة انا ما بحبهاش ومليش نفس بيها او ما حدش بياكلها فاتبرع بيها. لا يا بنات، اللي انا بحبه بنفقه، بلبسه، باكله، بشربه، انفق منه. وما بتنفقوا من شيء فان الله به عليم. يعني اي شيء بنخرجه قليل او صغير ربنا سبحانه وتعالى عالم به. طب هل لازم اتصدق بشيء كبير؟ لا يا بنات، حتى لو بتمره ممكن تبقى صدقه. الابتسامه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، التصالح بين الناس صدقه. جوانب الصدقات كثيره وهنتعلمها ان شاء الله في هذا الدرس. هل يجب أن نعلن عن صدقاتنا؟ هل لما أخرج صدقة أقول آه ده أنا النهاردة قابلت واحد غلبان وكان شكله وعمل وأنا أعطيته مال؟ لا يا بنات، الصدقة يجب أن تكون في السر. لماذا لا يجب أن حتى أبعد عن الرياء والسمعة، النفاق اللي هو الناس اللي بتحب يا الإنسان ده بيصرف فلوس كتير. لا، احنا مش عايزين نسمع، احنا عايزين رضا الله سبحانه وتعالى، احنا عايزين نتقرب إلى الله، عايزين نشكر ربنا على نعمه. فمش لازم اقول ان انا اخرجت مال، اخرجت صدقات. غير لو انا بنت صغيره ومعايا فلوس وماما قالت لي فين اموالك فين، فاقول لها ده انا اخرجت، ممكن بيني وبين ماما، لكن لا للتباهي ولا للغرور ولا ان انا اذل الفقير اللي اعطيته مال او اعطيته طعام. السؤال الجميل اللي جاي ده: هل الصدقة تكون فقط بالطعام والفراش والملابس؟ عايزين نعرف ما الفرق بين الصدقة والزكاة. يلا بينا على الباوربوينت ده. طبعا في جوانب كثيرة جدا لإنفاق الصدقات: المساهمة في بناء المساجد، ترميم المنازل. طبعا صندوق الصدقات اللي بنلاقيه واحنا في الجوامع او في المولات، برضو الزراعة يا بنات، ان انا ازرع نبات حتى يستفيد منه الناس، صدقات. عندي نوعين من، عندي زكاة الفطر وزكاة المال، دي يا بنات مش صدقة، ده فرض وهنتكلم عليها دلوقتي. طبعا الاشياء دي بنجدها كثيرا، واجبنا ان نساعدهم. تخيل بقى انت لما تساعدي ناس بمنظر هذا، ربنا سبحانه وتعالى سيعطي ليكي ثواب عظيم وكثير. والهلال الاحمر فعلا بيقدم خدمات عظيمه وبنشوفها. اين نجد ذلك في الاسلام؟ طبعا في بند الصدقه. احنا اتكلمنا ده، لكن في شيء عايزه اتكلم عنه، هرجع تاني للصورة الجميلة دي لأنها بتحدد الصدقات. أيوة هو ده الصفحة العادية. هل أنا عندي كل الفلوس اللي بخرجها صدقات؟ طيب تعالي نشوف، في عندي صدقات الزكاة، فلوس بطلعها واجبة، مش أنت طبعا بتطلعيها لأن أنت لسه صغيرة، لا يجب عليك أن أنت تخرجي زكاة. أما الذي يخرج الزكاة هو الشخص البالغ العاقل، زي زكاة الفطر، بعد ما نصوم شهر رمضان باباكي بيطلع زكاة الفطر على عدد، على عدد الأسرة، كل فرد باباكي مسؤول إن هو يخرج زكاة الفطر. عندي زكاة المال، كل واحد شخص لديه مال بلغ مقدار معين الإسلام محدده يجب عليه أن يخرج زكاة. وإحنا قلنا قبل كده ما معنى كلمة يجب؟ يجب يعني فرض عليه أن يخرج الزكاة. صدقة النذر يا بنات، لو أنا نذرت أو ماما قالت نذر إن أنا إذا بنتي نجحت أو خفت أنا هخرج فلوس أو هطعم مسكين، تحولت هذه من صدقة إلى شيء واجب إنها تخرجها بواجب. في عندي صدقات للتطوع، دي بقى انا مش عندي فلوس، مش خلاص خلصت زكاة، لكن انا ماشي كده في مسجد رحت تبرعت بفلوس، في منطقة حصل فيها منازل او البيوت قديمة وعايزة تترمم رحت حطيت فيها فلوس. التصدق بالملابس والطعام اعطيت فلوس. ما اوجه الشبه بين الواجبية والتطوعية؟ طبعا انا ده مش موجود في الكتاب، بس انا عايزاك تعرفيه. الواجب يا بنات بيبقى ليها وقت معين، سنة لازم انا كل سنه بطلع زكاه على اموالي اللي حطوها في البنك او الاراضي بتاعتي، بطلع عليها مال كل سنه. طبعا اللي بيترك الصدقه الواجبه لا عليه اسم،
ربنا يزعل منه غضب، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. هل الزكاة واجبة على كل مسلم مقتدر؟ وحطي خط تحت مقتدر، يعني يملك أراضي، يملك مزارع، يملك فلوس، فواجب عليه الزكاة. أما الصدقة يا بنات ليس لها وقت محدد، طول السنة طول الشهور، صبح بالليل طلعي زكاة، زي ما طلعي صدقات زي ما انت عليا. طب انا لو ما طلعتش الصدقة لا ولا ليا اي حاجة، طب طلعتها اخد ثواب اكثر، لكن لو ما طلعتش الصدقة لا احاسب عليها. تاني حاجة واجبة، لا هنا انا بحرص على اخراج الصدقة حتى ازداد تقربا الى الله، حتى يشفيني الله، يكرمنا الله في ابنائي، يغفر الله ذنوبي، يبقى انا بعمل الصدقة تقربا لله. اما الزكاة فهي فرض علينا، فاهمين يا بنات؟ ده الفرق بين الصدقات الواجبة والصدقات التطوعية. النهاردة احنا نتحدث عن الصدقات التطوعية. احنا قلنا هناخد ايه؟ الصفحة دي يا بنات انا عايزاكم اكبرها لكم. جميل جدا. الصدقات هل هي اموال فقط؟ لا، الكلمة الطيبة يا بنات صدقة، ان انت تأمري بالمعروف تنصحي الخير ده صدقات، ان انت تبتعدي عن الاشياء السيئة صدقة، ذكر الله صدقات، الاحسان بالكلمة الطيبة بالمعاملة الحسنة صدقات، ان احنا نبتسم في وجه الاخرين صدقة، اعطاء الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، يعني واحد بيشتغل عندي اديته فلوسه كاملة وخرج من عندي مرضي راضي، دي صدقات. صلة الرحم يا بنات صدقات، كل خطوة نخطوها الى المسجد فهي صدقات. ده يا بنات الصدقات، عشان تعرفي ان الصدقة ليست اموال فقط وليست ملابس ولا اطعام، ممكن الكلمة تصبح صدقة. هيا ننتقل الى الكتاب مرة ثانية. احنا كده تعرفنا على الفرق بين الصدقات والزكاة. طب هناك صدقات، كل اللي فات ده عشان اشرح لكم الجزء ده، هناك صدقات واجبة كزكاة المال وزكاة الفطر التي يخرجها المسلم في شهر رمضان. هقول تاني، احنا بعد شهر رمضان احنا لازم بابا ولي الأمر يخرج زكاة على كل فرد من الأسرة، ده واجب. أما طوال الشهر فاحنا بنخرج صدقات كما نشاء. كذلك صدقة النذر، النذر اللي احنا بننذر، فإذا نذر المسلم أن يتصدق وجب عليه الوفاء بالنذر. أنا قلت لو ابني خاف أنا أخرج مال، المال ده لا خلاص تحول من صدقة لا تجب، تحول إلى صدقة واجبة. هناك صدقات تطوعية يجب عليا أهو تاني، الفقراء والمحتاجين. طب لو معيش فلوس يا بنات أعمل إيه؟ الدعاء لهم والكلمة الطيبة والابتسامة، والابتسامة الصادقة. وبهذا نكون انتهينا الجزء الأول من الدرس صفحة 49، لكن عشان نبقى فيه واجب، الواجب هيبقى صفحة 50 اهي، جبها لك تعالي معايا، هو ده الواجب الجزء ده بس يا بنات لو سمحتي حلي بس الجزء ده. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الآية دي بتدل على ان الانفاق بيعطي بركة ونماء للمال. ما نقصت صدقة من مال، ما فيش صدقة بنخرجها تنقص من مالنا، ده بيدل على البركة والنماء. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شايفين يا بنات مش لازم انفق اشياء كثيرة او كبيرة، لا احنا خدنا قبل كده ان الصدقة القليلة المستمرة خير من الصدقة الكبيرة، التصدق لو بتمرة او بنصف تمرة. الصدقة تطفئ الخطيئة، يا لو واحد عنده ذنوب كتير بيخرج صدقات. طب الصدقة ماذا تفعل؟ تمحو الخطيئة كما تطفئ الماء النار، الصدقة تمحو الأخطاء أو السيئات. تعالوا أجيب لكم الإجابة من هنا عشان ما كنش أيوة أهي. طب يبقى هنا تجلب، لا هي ماشي، يبقى أنا كده جاوبتها شفوي لما كانت محروقة. ماشي أوكي، هقول تاني الإجابة يا بنات وأنا بقولها ركزي معايا. فاتقوا النار لو بشق تمرة، هنا التصدق ولو بالتمر أو بالقليل.
الصدقة تمحو السيئات أو الخطايا. وبكده وقفنا لغاية نص صفحة 50. الواجب هو صفحة 50 آخر جزء، تصوير هذا الجزء بس وحله. لو سمحت بلاش بنات، في عندي بنات بتصور الإجابة نفس اللي أنا بعملها. لا يا بنات، اكتبي الإجابة لو سمحتي بإيديكي. والسلام عليكم.